انا حاضر من اول الوقت، وجات على الدقيقه بعد الساعه و18 دقيقه لقيت النت فصل. حاولت ان انا ادخل تاني، المشكله من عندي يعني، النت فصل. حاولت ان انا ادخل تاني ما حدش قابلني لحد الساعه 12. فهل في امكانيه بس على يعني اخر حاجه في المحاضره مثلا نسترجعها مثلا في دقيقتين كده ولا حاجه، يعني اخر طيب، مثلا ربع ساعه في المحاضره اللي فاتت؟ هو طبعا انا يعني اول باول بعمل ادمت طول ما انا شغال، يعني واخد بالك، اللي بلاقيه قدام مني بعمل له ادمت. لكن يمكن يكون في عندك مشكله انت بقى في النت. عموما احنا دلوقتي بدأنا التسجيل اهو، واحنا دلوقتي هنعمل كده ريفيجن سريع على اللي اتقال المحاضره بتاعت الصبح. تمام يا دكتور، شكرا. احنا الشابتر ده من الشابترز المهمه جدا، اللي هو بيتكلم على الجرادوالي فاريد فلو. الجرادوالي فاريد فلو، وكان في عندنا هنا هو جرادوالي فاريد فلو، اللي هو يعني احد انواع النون يونيفورم فلو. وقلنا ان احنا في عندنا اسباب بتؤدي الى هذا النوع من السريان، زي الجيت وزي الوير. ده الشكل بتاع الفلو اللي هو جرادوالي فاريد فلو، وده الشكل بتاع الجرادوالي فاريد فلو. احنا هنا كان مطلوب مننا ان احنا نوصل لمعادلات خاصه بالجرادوالي فاريد فلو، مره ان ترمز اوف راود نمبر، ومره ان ترمز اوف سيكشن فاكتور وكونفينس فاكتور، واخيرا فور وايد ريكتانجل اتشان. وزي ما المحاضرة طبعا كانت مهمة جدا بتاعت الصبح، لأنها بتحط القواعد بتاعت الجراديوالي فاريد فلو. الهدف هنا هو إن احنا نوصل لمعادلة فيها دي واي باي دي اكس. الدي واي باي دي اكس اللي هو السلوب بتاع الووتر. فوصلنا للدي واي باي دي اكس من خلال هذه المعادلة. دي أول معادلة كانت بتدينا السلوب بتاع خط الميه as a function of Froude number. الـ SO اللي هو ميل القاع، والـ SE اللي هو ميل خط الطاقة، وFroude number اللي هو طبعا كلكم عارفينه بيكون عند قطاع معين. ده ميل سطح الميه عند أي قطاع رأسي. فده بيسموها gradually varied flow equation in terms of Froude number. وتسلسلنا من الكلام دوت بوضع ديفينيشن للسكشن فاكتور زد، وديفينيشن اخر للكونفينس فاكتور كي. قدرنا من خلال الديفينيشنز دي ان احنا نوصل لشكل مختلف شويه لمعادله الدي واي باي دي اكس. بقى فيها زد زد هنا اللي هو السكشن فاكتور، واي حاجه فيها سي دي معناها كريتيكال، واي حاجه بدون سي معناها قطاع عام، يعني عمق عام. اي حاجه فيها ان معناها نورمال. فقدرنا ان احنا نشيل الفراود نمبر، يعني الايكويشن دي وصلناها الى هذه الفورمة. بقى فيها زد اللي هو السكشن فاكتور. وبنفس الديفينيشن او بطريقه مشابهه عملنا ديفينيشن تاني للكونفينس فاكتور، وقدرنا نوصل الايكويشن دي برضو او دي الى الشكل اللي هو فيه كي. الكي ده فاكتور عرفناه في الشغل بتاعنا. وبقى في عندنا الكي ان اللي هو as a function of y normal، والكي اللي هو general، ولسه في فراود نمبر هنا موجود في المقال في تحت. فقدرنا ان احنا نقول ايه، طيب الايكويشن دي بتاعت الدي واي باي دي اكس، والايكويشن دي برضو فيها دي واي باي دي اكس، طب ما نخلي الاثنين دول حاجه واحده. فخدنا الترم الفوقاني، من الايكويشن دي، وخدنا الترم التحتاني من الايكويشن دي. وبقى عندنا الايكويشن ديت هي عباره عن gradually varied flow in terms of section factor
موجود تحت وكونفيانس فاكتور موجود فوق. بقت هذه الايكويشن بتديني ميل خط الطاقة، خط المية، ميل سطح المية عند أي قطاع، عند أي قطاع، أي قطاع اللي هو بيكون فيه واي، لأن احنا هنا هيكون في عندنا كذا نوع من الواي. فإزاي بقى احنا هنا نخلي الإكويشن دي فانكشن في واي مباشرة؟ ده كان الحاجة اللي احنا كنا محتاجين ان احنا نعملها. فقدرنا ان احنا نخلي الكي دي فانكشن في واي والزد كمان فانكشن في واي باستخدام معادلة الريكتانجل وايد سيكشن. الريكتانجل وايد سيكشن وصلنا الى إكويشن اسهل شوية اللي هي دي. هذه الإكويشن هي عبارة عن dy by dx as a function of y هنا في منها yn اللي هو الواي نورمال، وy بس اللي هي الجنرال ووتر ديف، وy كريتيكال اللي هي الواي سي. دي كده هذه الإكويشن can be used for rectangle and wide section. وطبعا هنا استخدمنا مانينج في الإكويشن دي، فدي احد المعادلات اللي احنا توصلنا اليها للجراديوال فاليد فلو باستخدام معادله مان. لو نفس الايكويشن دي استخدمنا فيها معادله شيزي بيطلع الشكل بتاعها هو ده. ايه الفرق ما بين دي ودي؟ دي اللي هي استخدم فيها مانينج ايكويشن، وفي الفوق هنا باور 10 على 3 دي استخدم فيها معادلة تشيزي، وفيها ميزة ان الباور فوق وتحت 3، هنا الباور 10 على 3 وهنا وتحت الباور 3. فالاثنين دول معادلات مهمة لانه بتخليني انا احس على طول انه الدي واي باي دي اكس هنا as a function of y، as a function of y. فالواي هنا اللي هي متغيرة، بس الوايات اللي هي الواي ان والواي سي دول ثوابت. وبعدين خدنا الايكويشن دكتور معلش. نعم. هو من سطح المال هو دي واي باي دي اكس في المعادلة المستنتجة من مانينج، مش المفروض الاس نوت تبقى تحت في المقام واحد ناقص واي كريتيكال على واي الكل تربيع، لان هي فوق كانت تربيع. دي واي باي دي اكس اللي انه اللي مستنتجه من مانج، المفروض واي كريتيكال على واي الكل تربيع مش تكيف. بص دي دلوقتي انت هنا دي عندك شك فيها دي؟ لا دي تمام. ما الاس او هي موجوده اهي، وهي نفسها الاس او اهي، وهي ماشي. نفسها الاس او ماشي. اتلخبطنا ليه؟ انا بتكلم على اللي هي في المقام الواي كريتيكال على واي. لا ما انت حضرت معايا المحاضره الصبح. طيب ما هو احنا استنتجنا الكلام ده الصبح، احنا استنتجنا، مش هنرجع تاني بقى الكلام ده خلاص استنتجناه الصبح، وكان اي حد كان عنده اي استفسار جاوبت على الاستفسارات. لكن هنرجعنا تاني ليه بقى؟ دول دي كده دي بتاع دي واي باي دي اكس في حاله ريكتانجل سيكشن ووايد، كمان وايد يعني ايه؟ يعني الار بتساوي الواي. دي في معادلة استخدمنا فيها معادلة مان، دي استخدمنا فيها معادلة تشيز. خلاص دلوقتي بعد كده احنا عملنا ايه بقى؟ قسمنا. دكتور في ناس قاعدة تقول عاوزة تتكلم. يلا بعد كده عملنا ايه؟ بعد كده قلنا في عندنا كام سلوب؟ في عندنا مايلد سلوب، ستيب سلوب، كريتيكال سلوب، وفي عندنا هوريزونتال سلوب، وفي سلوب بيسموه الادفرس، وده مش بيبقى موجود كثيرا لكن ممكن يحصل نتيجة بعض الترسيبات على الميل بتاع الليتشان. فهنا بدأنا ناخد كل سلوب ونقول السلوب ده تعريفه ايه؟ المايلد اللي هو اقل من الكريتيكال،
والسلوب الستيب اللي هو اكبر من الكريتيكال، والكريتيكال اللي هو يعني يساوي. وهنا حطينا انه الاعماق اللي هي النورمال ستريت والدوتد هي الواي كريتيكال، يعني الواي كريتيكال هنا دوتد والنورمال هنا اللي هو ايه اللي هو ستريت. فده في حاله المايل بيبقى الواي نورمال هو الاكبر من الواي كريتيكال، وفي حاله الستيب بيكون الواي نورمال اصغر من الواي كريتيكال، وفي حاله الكريتيكال سلوب بيكونوا الاثنين متساويين، هتلاقي هنا ستريت ودوتد مع بعض يعني ممتدين مع بعض. في حاله الهوريزونتال، الهوريزونتال بتبقى الميه جايه من الانفينيتي ونازله نزول، مفيش واي نورمال، مفيش حاجه، مفيش عمق ثابت هنا، لان لو العمق الثابت هيكون موازي للقاع هيبقى معنى كده ان الميه واقفه. فهنا لقينا في عندنا خمسة سلوبس، وعرفنا السلوبس دي، انا بحاول ان انا الخص الكلام اللي انا قلته، انا مش بشرح من الاول، بلخص: المايلد سلوب، ستيب سلوب، كريتيكال سلوب، هوريزونتال سلوب، ادفرس سلوب. وبعدين كل سلوب منهم، كل سلوب بنقسم ثلاث مناطق، كل سلوب بنقسم ثلاث مناطق. كل سلوب بنقسمه لثلاث مناطق، واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة. الكريتيكال منطقة اثنين بتتلاشى لأنه الواي نورمال منطبق على الواي كريتيكال. الهوريزونتال مفيش منطقة واحد لأنه الفلو جاي من الانفينيتي بشكل نظري، يبقى في اثنين وفي ثلاثة. الادفرس نفس الشيء، الفلو جاي من الانفينيتي، يبقى في منطقة اثنين ومنطقة ثلاثة. بدأنا نقول طيب لو حصل ان المية هتتغير في كل منطقة من المناطق دي، وبدأنا نشوف سطح المية ممكن يتغير ازاي، لقينا ان احنا عندنا في كل منطقة من المناطق ممكن ان احنا نعوض في هذه الإكويشن. بنعوض في هذه الإكويشن عشان نعرف الإشارة بتاعة الدي واي باي دي إكس. لقينا ان الإشارة لما تطلع بوزيتيف يعني معنى كده انه سطح المية طالع طلوع، الإشارة تطلع نيجاتيف يعني معنى كده السلوب نازل، يعني مية سطح المية نازل. أثبتنا انه في كل منطقة من المناطق واحد اثنين ثلاثة في مية شكلها طالع طلوع هنا، اثنين نازل نزول، ثلاثة طالع طلوع، وهكذا. الكلام ده عن طريق هذه المعادلة، ودي الميزة بتاعت هذه المعادلة. الميزة بتاعت هذه المعادلة ان هي تقدر تديلك الساين بتاع دي واي باي دي اكس في اي منطقة من المناطق اللي انت عايز تدرسها. بس اهم حاجة وانت بتحدد الساين اعرف الريشيو بتاعت الواي على الان اكبر من الواحد ولا اصغر من الواحد، اكبر من الواي كريتيكال على الواي برضو اكبر من الواحد ولا اصغر من الواحد. يعني على سبيل المثال منطقة رقم واحد هنا، منطقة رقم واحد هنا في الماي، الواي بتاعتها اكبر من النورمال والواي نفسها اكبر من الكريتيك. هتبص تلاقي هنا لو انت جيت تعوض هنا هيطلع لك فوق بوزيتيف على بوزيتيف، يعني معناها هنا الساين النهائية بوزيتيف، يعني شكل سطح المية هنا رايح مايل لفوق. فده بيدينا طريقة لمعرفة شكل التغير في مناسيب سطح المية، وهو ده اللي احنا بنسميه جراديوال فاريد فلو هيل. والكلام ده طبقناه لكل الخمسة سلوبس. لقينا ايه؟ لقينا انه الاشكال بتاعت سطح المية هنا في منطقة واحد ام واحد، في منطقة اتنين ام اتنين، في منطقة تلاتة ام تلاتة. يبقى ده كده المايلد سلوب. طيب بالستيب سلوب منطقة رقم واحد اس واحد اس اتنين اس تلاتة. الاشكال دي هي اوريدي لها اثبات عن طريق دي واي باي دي اكس، تطلع الإشارة موجبة يبقى ده سلوب موجب، هنا برضو سلوب موجب، تطلع إشارة سالبة يبقى سلوب هنا سالب، وهكذا. الكلام ده لما بنكرره لكل السلوبس، لكل الميول اللي عندنا،
بنكتشف ان احنا نقدر نعرف شكل التغير بتاع سطح الميه. وبالتالي قلت لكم بقى ان احنا هنبدا نستخدم الاشكال دي في drawing sketches، يعني هيطلب مني في الامتحان ان انا ارسم سكتش. عشان ارسم سكتش يبقى لازم اكون فاهم ازاي بطلع الكيرفات دي واشكالها، وطبعا عشان اقدر استخدمها ممكن ان احنا نحفظها بطريقه بسيطه جدا. بنقول ان احنا عند منطقه واحد هنا حط مرايه، فبتلاقي اللي فوق واللي تحت زي بعض، وحط مرايه ثانيه هنا اللي فوق واللي تحت عاملين ميرور مع بعض، نفس الكلام هنا برضو عند الخط الدوتد ده كأن فيه مراية، فيبقى الاس واحد والاس ايه اتنين عاملين ميرور مع بعض، وعند الخط اللي هو بتاع الواي نورمال برضو فيه ميرور، يبقى سطح المية هنا هو وهنا عاملين ميرور مع بعض. بنظرية الميرور دي بتقدر ان انت مجرد ان انت يبقى عندك بس شكل واحد اسمه M1 تقدر تحدد الأشكال الباقي، شكل واحد S1 تقدر تحدد الأشكال الباقي. طيب بالنسبة لل بالنسبة للكريتيكال، بالنسبة للكريتيكال المراية هنا هو تتشالت. ليه؟ لأن أنا ما عنديش منطقة رقم 2، فبقى ما فيش عندي اللي هي نظرية المراية هنا، بقى في C1 وC3 parallel. نظرية المراية رجعت تاني في حالة الهوريزونتال، هنا كأن في ميرور H2 و H3، وهنا كمان A2 و A3. دي الأشكال المختلفة اللي هي ممكن تكون متواجدة وقدرنا ان احنا نعرفها عن طريق الـ dy/dx. دكتور هنبدأ بعد إذنك في ناس بس مستنية تدخل. هنبدأ دلوقتي الساعة 4:30 إلى 5 يا جماعة. هنبدأ دلوقتي بقى نشوف طيب الأشكال دي نستخدمها إزاي. تعالوا نشوف هنا مثلا رسمة زي دي. أنا عندي هنا أدي فلورا أهو، وده S O أصغر من الـ S critical يعني مايل، S O أصغر من الـ S critical يعني مايل. المطلوب مني ان انا ابين اشكال سطح الميه ان هو في هذه الحاله، فايه اللي هيكون عندي اللي احنا انا البيد سلوب ومنتهي هنا في الاخر بمنسوب سطح ميه، فانا عايز ارسم البروفايل بتاع سطح الميه. طب هيكون هنا ايه اللي جيفن؟ اللي جيفن هنا هيكون هنحاول نرسمه مع بعض في البينت براش. يعني انا هنا عندي البينت براش دي واضحه كويسه، ده كده الجيفن بتاعي، وهنحط هنا مناسيب متغيرة لسطح الماي، فهحط هنا ده اللي هو النهاية بتاعت التشانل، يعني التشانل هنا بترمي فيه مصب، ده هنا اللي هو بيسموه البرينك. شوف هنا كاتب لك ايه برينك، B-R-I-N-K، البرينك ده اللي هو المصب، فالماية هنا خلاص في الآخر بتيجي بتوصل للمصب، بس المصب ده ممكن يكون في مناسيب متغيرة، ممكن يكون المناسيب بتاعته متغيرة. في هنا عندي ثلاث مناسيب، في عندي ثلاث مناسيب. طيب أنا عايز أعمل إيه هنا؟ الشاشة واضحة بتاعت البنت؟ لا دكتور مفيش حاجه واضحه، الشاشه اللي موجوده ها الشاشه الاصليه اللي موجوده، يعني
هي كده تمام رجعت. انا بحاول ارسم حاجه واضحه يا دكتور. ها الشاشه الاصليه اللي موجوده يا دكتور، البي دي اف البي دي اف ذات نفسه اللي موجود. طيب انا هعمل ستوب كده واروح لدي. كده دلوقتي انا هحاول ان انا ارسم سطح الميه ستيب باي ستيب. اوكي تمام كده واضح يا دكتور. يعني انا دلوقتي بحاول ان انا ارسم الليفل بتاع سطح الميه اللي هو كان مفروض ان هو مبين عندي ان هو، بس انا اخفيته دلوقتي عشان ارسم لكم. فانا دلوقتي عندي هنا ده مايلد، ده كده ايه مايلد. يعني ايه مايلد؟ يعني الاس او اصغر من الاس كريتيكال. الاس او اصغر من الاس كريتيكال بنسميه مايلد، وهنا بنديله رمز ام. طيب ايه الكاركترستكس بتاعت الام ده؟ الواي بتاعته بتبقى علاقتها ايه بالواي كريتيكال؟ ها حد يعرف؟ اكبر. اكبر. يبقى هنا يعني انا هنا ممكن احط كده عمق ميه. خدوا بالكم ان العمق اللي انا هحطه ده هو المفروض ان هو يستمر لو ما كانش فيه جيت. طيب والواي كريتيكال هيبقى الواي كريتيكال هيبقى خط منقط كده وهنقطعه. الواي كريتيكال هيبقى ده. دي القاعدة اللي احنا شغالين بيها، ان احنا بنبين الواي كريتيكال دوتد والواي نورمال. ده الواي كريتيكال وده الواي نورمال. yn وده الواي كريتيكال. لو ما كانش فيه بوابه كان ايه اللي هيحصل؟ لو ما كانش فيه بوابه الخط ده كده كله هيستمر. طب حصل فيه بوابه هنا، البوابه هنا عملت ايه؟ هتخلي الفلو ده ينزل من تحت البوابه هنا. يبقى فيه هنا وبعدين الفلو ده طبعا عشان هو بعمق صغير يعني وصلنا هنا للسوبر كريتيكال فلو، يبقى هنرجع للسب كريتيكال فلو. لازم يحصل ايه؟ جامب. لازم يحصل جامب. يبقى الجزء الفوقاني ده بقى خلاص اصبح ليس له وجود. ليه بقى؟ لان انا دلوقتي انا كنت راسم الخط ده على اساس ان الواي نورمال دي كانت مفروض مستمره. يعني شوف الخط ده كان مفروض من هنا لكده يوصل كده يفضل ثابت. لا الخط ده اتغير لانه البوابه هي اللي عملت المشكله دي، ان خلت ان في فلو هنا ينزل بعمق صغير يعمل سوبر كريتيكال فلو وبعدين عايز يرجع للسب كريتيكال فلو وبعدين بعد كده ممكن يكمل. طب اللي قبل البوابة ده هنا ايه اللي حصل؟ اللي قبل البوابة هنا ايه اللي حصل؟ اللي هيحصل هنا قبل البوابة انك عندك الـ 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 البوابة هنا بتعمل losses وبتعمل heading up. هتبص تلاقي مناسيب المية هنا تبدأ تعلى 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 قدام البوابة، والمنسوب ده هيجي بالشكل ده. وامسح الحته دي عشان انا دلوقتي بحاول ان انا ابين شكل سطح الميه بعد وجود البوابه.
واخدين بالكم؟ طيب فين المناطق بتاعتنا اللي احنا كنا مسميينها؟ يعني مثلا المنطقة دي منطقة كام؟ 1. طب والمنطقة دي 2. طب والمنطقة دي 3. دول الثلاث مناطق بتوعنا. وهنا نفس الشيء لانه ده امتداد، يعني هنا برضو ده 1 وهنا ده 2 وهنا ده 3 كده. يبقى الكيرف اللي حصل هنا ده في الاول قبل البوابة مباشرة ده حصل في منطقة رقم 1 والسلوب بتاعنا هنا مايل، يبقى الكيرف ده اسمه ايه؟ M1. هل ام واحد ده ممكن يكون نازل؟ لا مش ممكن. واحد وثلاثة على طول طالع. هترجع للكيرفات اللي احنا استنتجناها مع بعض هتلاقي انه دايما في منطقة رقم 1 هيكون سطح المية بيعلى في المية، يبقى ده اسمه ايه؟ M1. طيب هنا الهيدروليك جامب ده اللي حصل لو هو حصل من غير كيرف ممكن يحصل من غير كيرف. طيب المسافة الجزء اللي حصل فيه هنا ارتفاع في المناسيب في الحتة دي قبل الجامب ده في كيرف رقم في منطقة رقم كام؟ منطقة دي رقم 3. هل في كيرف في منطقة رقم 3 في المايل؟ هساعدكم برضو في الحتة دي شوية. خليك معايا بقى وانا يعني الكيرفات بتاعت الام اهي المنطقه رقم 3 الكيرف اللي ممكن يكون موجود هو كيرف طالع ولا نازل؟ طالع. كيرف طالع، يبقى هنا في عندي ايه؟ ام 3. يبقى هنا في عندي ام 3. هل ده كان لازم يبقى موجود؟ لا ممكن ما يحصلش لان الجامب ممكن ياخد المسافه دي كلها او ياخد الحركه دي كلها، بس اذا حصل ممكن يبقى فيه ام 3. طيب بعد كده الفلو ده لو كان فيه مسافه طويله للتشانل هيفضل ماشي يونيفورم، المسافه دي ممكن يحصل فيها يونيفورم دي يو ان يونيفورم. دي ممكن تحصل لما يكون التشانل ده لونج اناف. طيب وبعد كده ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان انا عندي فيه مناسيب هنا مختلفه، بقى مناسيب مختلفه. لو انا عندي المنسوب بتاع النهايه ده هو العالي يبقى انا هوصل النقطه دي بالنقطه دي ازاي؟ بكيرف. الكيرف ده منطقه رقم كام؟ 1. المنطقه رقم 1 الكيرف بتاعها ايه؟ طالع. يبقى هنا اوصل دي بدي كده اهو، ده اسمه ايه؟ ده اسمه ام 1. طيب لو كان المنسوب مش هو ده، لو كان المنسوب هو اللي تحت يبقى انا هوصل النقطه دي، هوصل النقطة دي بالنقطة دي ازاي؟ منطقة رقم 2 في كيرف اسمه ايه؟ ام 2. يبقى انا هاخد النقطة دي مع النقطة دي وده يبقى ام 2. طيب لو كان الليفل بتاع النهاية هو الليفل اللي تحت، دي كلها احتمالات مش هيكونوا كلهم موجودين في وقت واحد، دي كلها ايه؟ احتمالات. الاحتمال الاخير انه الميه بتصب على منسوب منخفض هنا. طب هتوصل للمنسوب المنخفض ده ازاي؟ هتوصل للمنسوب المنخفض ده بكيرف هيكون نازل برضو وهيكون الكيرف ده حاجه بالشكل ده وبعد كده بينزل
نزول حر بقى. طيب الكيرف ده في منطقة رقم كام؟ 2. لغاية فين في نمرة 2؟ لغاية لما دي ده الواي كريتيكال بتاعنا يبقى الكيرف ده ممكن يكون برضو هو ام 2 يبقى انا دلوقتي عندي هنا في كم احتمال؟ في عندي احتمال ان يكون ام 1 مع الليفل العالي، وفي عندي احتمال ان يكون في ام 2 مع الليفل المتوسط، واحتمال يكون في كمان ام 2 مع الليفل الواطي. بس اهم حاجه ان انه الام 2 دي تنتهي هنا بالواي كريتيكال، يعني نهايتها هي نهايه هي الواي كريتيكال. اما الجزء اللي نازل بعد الواي كريتيكال ده ممكن نهشره كده، يعني مش داخل معانا في حسابات الجراديو اليفاريد فلو. يبقى اذا البوابه هنا عملت ايه؟ البوابه هنا غيرت من شكل السريان اللي كان ممكن يكون كله يونيفورم فلو وبعدين يجي يصب في الاخر، عملت لنا هنا ام 1 وعملت لنا هنا ام 3 وعملت لنا هنا ام 2 او ام 1. مفهوم الكلام ده؟ في حد عنده اي كومنت على الكلام اللي انا قلته دلوقتي؟ لانه ده هيكون مطلوب ان انتوا تعملوه از سكتش، يعني هيبقى حاجه مطلوب منك ان انت ترسم سكتش او يدي لك سكتش ويقول لك ده صح ولا غلط في أوكي. اي نعم معلش، بس هو عند الليفل اللي هو اوتا ليفل ده مش المفروض كده ان الواي اقل من الواي كريتيكال يبقى ده كده ام 3؟ لا، ما هو احنا بقول اهو الحته دي اسمها نزول حر، خلاص دي نزول حر. الكيرف بتاعنا انتهى عند ام 2 لان ام 3 طالع مش نازل، ام 3 طالع صح ولا غلط؟ فده لا يصنف على انه ام 3، ده يصنف على انه نزول حر بعد الواي كريتيكال على طول، مش داخل في الجراديوال فاليد فلو. في اي استفسار تاني؟ سؤال يا دكتور لو سمحت. اتفضل. هو هيكون في حاجه في الامتحان ريتن؟ حاجه ايه؟ حاجه ريتن عشان نرسم سكتشات وكده يعني ولا لا؟ بيبقى في عندك مسوده، ممكن المسوده ديت ترسم فيها وتعمل اللي انت عايزه، واحنا بنجمع المسودات. تمام يا شباب. تمام؟ طيب هنرجع بقى، هنرجع تاني نعمل الشير سكرين بتاعتنا الأصلية. ادي دي الكيس اللي احنا رسمناها مع بعض دلوقتي، دي الكيس اللي احنا رسمناها مع بعض دلوقتي، حطينا فيها الاحتمالات. ادي كيس تاني اهو زي ما انتم شايفين، احنا هنا بيكون عندنا الواي نورمال هي الطبيعي. فانت بتشوف البوابه هنا عملت ايه؟ البوابه هنا تعمل ايه في الفلو ده؟ هتخلي الفلو هنا يعلى، يعني انا هنا مطلوب مني ان انا ارسم درو سكتش. بيكون الجيفن ايه؟ بيكون الجيفن عاطيلك القاع، بيكون عاطيلك القاع ده اهو ده، وعاطيلك البواب، ومطلوب منك ايه؟ مطلوب منك تدرو سكتش، ده كده اللي مطلوب. وبيقول لك السلوب ده نوعه ايه، بيحدد لك نوع السلوب. فهو قال لك هنا نوع الاسلوب ايه؟ اس او اكبر من الاس كريتيكال.
يبقى ده ستيب صح ولا غلط؟ يبقى ده ايه؟ ستيب. طيب عشان ارسم سطح المية في حالة ستيب سلوب يبقى انا لازم ابقى فاهم ان انا عندي الواي نورمال الاول اللي هو الستريت، والواي كريتيكال اللي هو الدوتد. الواي نورمال اللي هو الستريت ده اصغر من الواي كريتيكال، والواي كريتيكال اهو اعلى منه. طيب عايز ارسم سكتش بقى لسطح المية اللي بيحصل. طالما ان في بوابة هنا يبقى ما نسيب سطح المية هنا بتفضل تعلى تعلى تعلى. لو عليت وعدت الواي كريتيكال يبقى انت هنا عندك الفلو جاي من سوبر كريتيكال ورايح للسب كريتيكال، يبقى لازم يعمل ايه؟ لازم يعمل هيدروليك جامب. فهنا ده الهيدروليك جامب. طب حصل الهيدروليك جامب ولسه في مناسيب بتعلى، المناسيب دي بتعلى في منطقه رقم كام؟ في منطقه رقم رقم واحد. طب المنطقه رقم واحد اللي سطح الميه فيها شكله ايه؟ شكله S1 اهو، واحد اهو S1. يبقى ده احتمال يحصل لو مناسيب سطح الميه عليت وعدت الكريتيكال، وهي اساسا جايه من مناسيب اقل من الكريتيكال، يبقى هنا لازم يحصل هيدروليك جامب. هل الهيدروليك جامب لما تحصل يكون في ورا منها كيرف؟ احتمال. لو كان الكيرف ده موجود يبقى لازم يكون طالع، اسمه ايه؟ اسمه S1 لانه في منطقه رقم واحد في الستيب. طيب سطح الميه لما ينزل من تحت البوابه هنا، سطح الميه لما ينزل من تحت البوابه هنا، هل هيعمل هيدروليك جامب في الحته دي؟ يا ريت لو حد يقدر يجاوب عليا. يعني مش هيعمل عشان تحت الكريتيكال، لانه هو اساسا الفلو هنا هو سوبر كريتيكال، فعمر الهيدروليك جامب ما تحصل في الحته دي. لكن ممكن يحصل فيه كيرف، ممكن يحصل فيه كيرف، والكيرف ده يكون شكله ايه؟ يكون الكيرف ده في منطقه رقم 3. طب المنطقه رقم 3 الكيرف بتاع الاس شكله ايه؟ اهو اس 3 طالع. يبقى فعلا هنا ممكن يحصل اس 3، وبعدين الفلو بقى يكمل يونيفورم. ايه اللي هيمنعه؟ يكمل يونيفورم. طب هل ممكن يكمل يونيفورم ويخلص؟ ممكن يكمل يونيفورم ويخلص وينزل. طب هل ممكن وهو بيكمل وبيخلص يفاجأ ان في ليفل عالي؟ ممكن يفاجأ بليفل عالي، لانه المصب في النهاية ممكن المناسيب دي تتغير. طب لو كان الليفل هنا بتاع المصب عالي يحصل ايه؟ هيدروليك جامب. كده يحصل هيدروليك جامب. ليه؟ لانك انت عندك الفلو جاي من سوبر كريتيكال، وطالما ان المنسوب العالي ده هو اعلى من الكريتيكال، يبقى معنى كده انه الفلو هيتحول من سوبر كريتيكال الى سب كريتيكال. طيب لما يتحول الفلو من سوبر كريتيكال الى سب كريتيكال يعمل ايه؟ يعمل الحاله بتاعت S1، يعمل الحاله بتاعت الهيدروليك جامب. هل لما يعمل الكيس بتاعت الهيدروليك جامب هل بعد منه يبقى فيه كيرف؟ ما هو لو هيكمل يونيفورم مش هيبقى فيه كيرف، لكن لو هيطلع هتبقى الحاله بتاعت S1. ايوه، يعني انا عايز اقول ايه دلوقتي؟ انا وصلت دلوقتي الفلو. الصوت فصل يا دكتور. نعم الو، معاك يا دكتور، سامعين؟ شغال يا دكتور الصوت، تمام سامعين. الهيدروليك جامب هنا، السؤال اللي انا بساله هو الهيدروليك جامب هنا لازم يحصل بعد منه S1؟ مش لازم. لا مش لازم، بس لو حصل الكيرف ده يبقى اسمه ايه؟ هيبقى S1، مش ممكن يبقى حاجة تانية غير الS1.
يعني لو الهيدروليك جامب انتهى ولسه ما وصلش للعمق اللي موجود بتاع النهاية، هو ده اللي الكيرف اللي هو هيبقى اسمه ايه؟ S1. ففي بعض كيسز ممكن يبقى فيه اكتر من احتمال. يعني لو حد هنا هو توصل الهيدروليك جامب بالليفل ده ما نقولهوش غلط من غير الـ S1، واللي هيوصل من نهاية الجامب لغاية الليفل ده بـ S1 هنقوله برضو صح. لكن اللي هيحط هيدروليك جامب هنا جاست بعد البوابة ويقول لي ما احنا كنا عاملين اهي، ما هي كانت فيه هنا هيدروليك جامب، نقول له ايه؟ نقول له لا، ده كان مايلد سلوب، لكن ده ستيب سلوب. It's a big difference between المايلد سلوب والستيب سلوب. يعني خد بالك هنا اللي انت ممكن توصل لكونكلوجن مهم، انه في حالة المايلد سلوب الهيدروليك جامب بيحصل بعد البوابة، وفي حالة الستيب سلوب الهيدروليك جامب بيحصل ايه؟ قبل البوابة. طيب دي هنا برضو من ضمن الحالات اللي احنا بنطلب فيها draw sketch. انا عندي هنا mild slope وبعدين steep slope، ومطلوب مني ان انا ارسم sketch لسطح المية اللي ممكن يحصل. طيب mild slope يعني معناها y normal كبير، y critical dotted، واي كريتيكال دوتد. على فكره واي كريتيكال ليس له علاقه بالميل، انما واي كريتيكال له علاقه بايه؟ واي كريتيكال له علاقه بالتصرف وليس له علاقه بالسلوب. يعني الدوتد ده ارتفاعه قد ايه؟ هو نفس الارتفاع ده رغم ان ده سلوب مختلف عن السلوب ده، لكن الواي دوتد هنا الدوتد لاين ده بيديني واي كريتيكال اللي هي بتتاثر بالديسشن. يبقى انا عندي هنا هنعمل بقى دلوقتي، شوف هنا انا عندي الواي دي والواي دي، الواي دي اللي هي اكبر من الواي نورمال، الواي دي اللي هي اكبر من الواي كريتيكال، والواي دي اللي هي اصغر من الواي كريتيكال. ازاي اوصلهم ببعض؟ ازاي اوصل الاثنين دول مع بعض؟ هنا شكل الميه شكله نازل. طيب دي منطقه رقم 2 في المايل، هل في كيرف بينزل سطح الميه في منطقه رقم 2؟ في كيرف اسمه ايه؟ اسمه ام 2. ادي ام 2. طيب وهل في كيرف نازل في المنطقة رقم 2 في الستيب؟ في كيرف نازل في المنطقة رقم 2 اسمه S2. يبقى أنا هنا عندي شكل سطح المية بتاعي بيبدأ بالواي نورمال وينزل نزول لغاية الواي كريتيكال بام 2 وبعدين يكمل نزول من الواي كريتيكال لغاية الواي نورمال الجديد بس 2. هل في احتمالات اخرى؟ لان في مسائل بيكون احيانا فيها احتمالات، هل في احتمالات اخرى غير كده؟ طيب دي كده كيس. الكيس دي برضو هيكون عندنا العكس، عندنا ستيب سلوب ورايح للمايل اللي هي عكس دي، من مايلد لستيب، هنا من ستيب لمايلد، من ستيب لمايلد يعني ده ميل شديد وده ميل خفيف. الميل الشديد العمق بتاعه بيكون صغير واصغر من الواي كريتيكال، والميل الخفيف بيكون العمق بتاعه اكبر من الواي كريتيكال. يبقى انا هنا عندي اكشولي واي ان واحد اصغر من الواي كريتيكال من السلوب الاولاني، واي ان 2 اكبر من الكريتيكال
اللي هي نتيجة الاسلوب التالي. ازاي اوصل سطح المية من العمق اللي هو اصغر من الكريتيكال الى العمق الاكبر من الكريتيكال؟ حد يقدر يساعدني في السكتش ده؟ هو انا عشان اوصل اصلا من عمق اصغر من الكريتيكال لعمق اكبر من الكريتيكال، فده معناه ان انا هوصل من سوبر لصب، وده اللي هو الهيدروليك جامب. حلو قوي، يعني متفقين ان لازم هيحصل هيدروليك جامب. اللي احنا متفقين عليه ده اكيد كلنا هنقول في هيدروليك جامب. طب السؤال بقى، الهيدروليك جامب ده يحصل فين؟ هل يحصل في المنطقة اللي هي في الستيب ولا يحصل في المايل؟ ده سؤال يعني ممكن ان احنا نقعد نفكر فيه. هو الهيدروليك جامب هنا، يعني خلينا واحده واحده، لو انا حصل عندي هنا الهيدروليك جامب بواي ان واحد، وانا حسبت الواي ان 2 بتاع الواي 2 بتاعته، واي 2 بتاعت الجامب، لو الواي 2 بتاعت الجامب دي اصغر من الواي ان 2، ايه اللي يوصل نهايه الجامب بالواي ان 2؟ في منطقه رقم واحد في اس 1. يبقى اذا انا دلوقتي عندي هنا هيدروليك جامب اهو، وانتهى بواي 1 بواي 2، بس الواي 2 بتاعته لسه ما وصلتش للواي ان 2 الجديد. يبقى هنا ممكن يكون في كيرف طالع من نهاية الجامب لبداية عمق المية الجديد، وده هنا ماشي مع المبادئ اللي احنا عرفناها، ان هنا في منحنى طالع اسمه S1. ده احتمال صحيح، ده احتمال صحيح، ولكنه ليس الاحتمال الوحيد. طيب افرض ان انت بتقول ان انا عندي هيدروليك جامب واي ان واحد، وحسبت الواي 2 طلعت هي بالظبط واي ان 2، يبقى فيه هيدروليك جامب لكن من غير كيرف، من غير جراديوال فاريد فلو. يبقى الكيس دي اللي هي فيها الكيس دي هيحصل هنا هيدروليك جامب، ونهايه الهيدروليك جامب واي 2 هي نفسها واي ان 2، يبقى هنا مفيش كيرف خالص. هل ده احتمال وارد ولا لا؟ احتمال وارد. ايه اللي هيخلي الاحتمال الاولاني يحصل ولا الاحتمال الثاني؟ اللي هيخلي واحد فيهم اللي يحصل هي الارقام، هي ارقام المسألة. طب ايه الاحتمال الثالث؟ يا دكتور الارقام تبقى قد ايه؟ يعني مش مفهوم الحته دي. يعني انا دلوقتي بقول ايه؟ ان انا عندي الهيدروليك جامب حصل بواي ان 1، وحسبت الواي 2 بتاعت الجامب، طلعت الواي 2 بتاعت الجامب لسه اصغر من الواي ان 2، يبقى هنا في كيرف خلاص. طيب طلعت الواي 2 هي بتساوي الواي ان 2، يبقى مفيش كيرف والهيدروليك جامب مباشره. يبقى الحالتين دول اللي هيحددهم ارقام موجوده في المساله. لكن انا دلوقتي بحط الايه؟ الاحتمالات اللي هي ممكن تحصل. طب ايه الاحتمال الثالث؟ الاحتمال الثالث ان ممكن الواي دي كلها تستمر لغايه لما الهيدروليك جامب يحصل في المنطقه رقم 2. طب ساعتها يبقى فين الواي 1؟ ساعتها يبقى الواي 1 هنا ما هياش الواي ان 1، ده هتبقى الواي 2 بتاعت الجامب هي الواي ان 2. طب واجيب ايه بقى في الحاله دي؟ اجيب واي 1 بالراجع اللي هي دي، هلاقي واي 1 دي اكبر من الواي ان 1. هل في كيرف يطلع الفلو من واي ان 1 لواي 1 بتاعت الجامب؟ دي منطقه رقم كام؟ منطقه رقم 3 في المايل، يعني هنا في ام 3، يبقى في ام 3 وبعدين هيدروليك جامب. طبعا الكلام ده اللي احنا بنقوله احتمالات اشكال سطح المية، لكن لما يكون عندنا في مسألة بالارقام
هتحصل حالة واحدة منهم فقط. الحالة اللي هتحصل هي مرتبطة بالأرقام بتاعة المسألة. أنا ببدأ بقول أسيوم إن الواي واحد بتاعة الزنب بتساوي واي إن واحد، واحسب واي اتنين، طلعت واي اتنين أصغر من الواي إن اتنين، يبقى الكيس بتاعة إس وان دي موجودة. طلعت الواي اتنين بتساوي الواي إن اتنين، يبقى الهيدروليك زنب من غير أي كيرفات. طيب طلعت واي اتنين بالحسابات بتاعة الزنب هي الأكبر من الواي إن اتنين، دي مش ممكن تحصل، لأن معناها إن أنا موجود فوق هنا، موجود فوق هنا، وفوق هنا عمري ما هعرف أنزل بكيرفات. فيبقى الاحتمال الثالث هنا إن الهيدروليك زنب يحصل في المنطقة الثانية بواي اتنين تساوي واي إن اتنين، واحسب واي واحد تطلع واي واحد أكبر من الواي إن واحد، يبقى فيه إم تلاتة. أي أسئلة؟ سكوت. أدي هنا، أدي هنا الحالة اللي أنا كنت لسه بكلمكم عليها، بيشرح لك ايه هي الجيفن. الجيفن هيبقى عندك الكيو والان والاس او 1 والاس او 2 والبي والزد. طب ايه الريكواير الووتر سيرفيس بروفايل؟ هنبدا ازاي؟ هنبدا ان احنا نقول الهيدروليك جامب في عندنا 3 كيسز، في عندنا هيدروليك جامب واس 1، وفي عندنا هيدروليك جامب اونلي، وفي عندنا ام 3 وهيدروليك جامب. هنحدد منهم، هنحدد منهم واحده ازاي؟ هنبدا اسيوم هيدروليك جامب ستارت ويذ واي 1 تساوي واي ان 1، وبعدين نحسب واي 2. عندنا معادله بتاعه الهيدروليك جامب، حسبنا الواي 2، اذا كانت الواي 2 بتساوي الواي ان 2 يبقى الهيدروليك جامب ما فيش معاه اي كيرفات. طيب الواي 2 اصغر من الواي ان 2 يبقى الهيدروليك جامب ومعاه اس 1. طيب الواي 2 اكبر من الواي ان 2، This is not possible. Not possible يعني إيه؟ يعني الفرض اللي أنت حطيته من الأول فيه خطأ. طيب صحح الفرض إزاي؟ إن أنت تقول إن الهيدروليك جامب هيحصل بواي 2 بالقيمة بتاعت الواي إن 2 وتجيب واي 1. الواي 1 هنا هتطلع أكبر من الواي إن 1، يبقى أنت عندك هنا إم 3 بلس هيدروليك جامب. دي برضو حالات مختلفة لهيدروليك جامب ممكن يحصل داون ستريم ذا جيت، يعني خلف البوابة. لما يكون في عندي بوابة، البوابة دي بتعمل لي هيدروليك جامب في الداون ستريم في حالة الماي. نفس الشيء برضو ممكن يبقى فيه احتمالات ان الهيدروليك جامب تحصل من غير اي كيرفات، وممكن الهيدروليك جامب تكون بدأ بواي واحد أكبر من عمق البوابة شوية، ويبقى هنا في ام 3 وهيدروليك جامب. وساعات الفلو ده كله بيهجم على البوابة ويعمل لي هنا اللي بيسموه سبميرجد جامب. السبميرجد جامب إنه المية بتاعت الداون ستريم هي بتعمل أتاك على الجيت، وتلاقي الدوامة دي كلها موجودة just behind the gate. في أي سؤال؟ حد عنده أي استفسار؟ يا شباب تمام يا دكتور، تمام.
الجزء ده كله المطلوب فيه هو رسم سكتش لشكل سطح المية. كل اللي انا عملته ده بالاستعانة بالكيرفات دي. يعني انا ببقى حاطط قدام عينيا لما اجي ارسم سكتش لسطح المية كأني خدت كوبي من الرسمة دي عشان تبقى محطوطة قدام عينيا وانا برسم سكتش لسطح المية، لان من غيرها مش هعرف ارسم اشكال المتوقعة لسطح المية. وبحاول ان انا بقى اشوف الـ S1 والـ S2 والكلام دوت زي ما قلت لكم. هنا برضو في اشكال احنا يعني عدناها على اساس انه الموضوع اصبح خلاص مفهوم. في الهوريزونتال برضو من بعض يعني الهوريزونتال اللي هو SO بتساوي 0، ناخد بالنا دايما ان مفيش سطح المية اللي هو جاي من الانفينيتي. يعني هنا اول حاجة H2 على غير المتوقع، هنا يقول لك ده منسوب المية بيطلع قدام البوابة، لكن هنا عشان ده هوريزونتال سطح المية لازم يكون نازل نزول، فبينزل بH2 وبعدين ممكن يطلع بH3 ويعمل هيدروليك جامب وينزل تاني. ده من الحالات اللي مفيش فيها عمق سريان واي نورمال، يعني ده دي كيس لازم ناخد بالنا. هنا مفيش واي نورمال، مش هتلاحظ ان في واي نورمال هنا، بينما مثلا هنا في واي نورمال وهنا في واي نورمال، هنا في واي نورمال، هنا في واي نورمال، حتى في البوابة دي كمان في واي نورمال اهو، يعني في يونيفورم فلو. في حالة الهوريزونتال مفيش حاجة اسمها يونيفورم فلو، كل الفلو بيكون جراديوالي فاريد فلو او معاه رابيدلي فاريد فلو. H2 نازل، H3 طالع، وبعدين هيدروليك جامب، دي هيدروليك جامب، وبعدين H2. مفيش هنا واي نورمال خالص. كمان الادفرس مفيش واي نورمال خالص. فدي برضو من الحاجات المهمة اللي انتوا لازم تبقوا فاهمينها في حالة الهوريزونتال وحالة الادفرس، مفيش يونيفورم فلو. حالة الادفرس اللي هو معكوس ده من الحالات اللي هي يعني ما بيبقاش الديزاينر قصدها، بس ممكن يحصل ترسيبات على القاع بتخلي ميل التشانل يعكس. طيب دلوقتي عايزين نعمل استيميشن للمسافة بتاعة الجراديوالي فاريد فلو. المسافة بتاعة الجراديوالي فاريد فلو اللي هي بيحصل فيها تغير في مناسيب سطح المية. يعني مثلا انا لو سألتك هنا هي المسافة دي كام؟ المسافة بتاعة M1 دي كام هنا؟ طيب المسافة بتاعة M3 كام؟ هذه المسافات ممكن تكون عشرات المترات، وممكن تكون مئات المترات، وممكن تكون آلاف المترات. يعتمد على إيه؟ يعتمد على أعماق المية، يعتمد على كاركتريستيكس بتاعة التشانل وخلافه. فإحنا هنا إزاي نحسب المسافة دي؟ إزاي نحسب المسافة دي اللي هي بيحصل فيها تغير في مناسيب سطح المية؟ ده اللي احنا هنتعلمه دلوقتي في طريقة اسمها الدايركت ستيب ميثود. الدايركت ستيب ميثود اللي هي احد الطرق اللي بتعرفنا ازاي نحسب المسافة. انا هنا هقسم المسافة الى مسافات صغيرة دلتا اكس واعمل لها ساميشن. يعني هيكون عندي مسافة كبيرة مش هعرف احسبها مرة واحدة. ليه؟ عشان احسبها مرة واحدة لازم اعمل انتجريشن للدي واي باي دي اكس.
الانتجريشن هنا هتكون صعبة ان احنا نعملها بمعادلة واضحة وسهلة، هتبقى فيها صعوبة شوية الانتجريشن. فعشان كده بنلجأ لما يقال عليه numerical integration. ايه يعني ايه numerical integration؟ يعني كأني انا هقسم المسافة الكبيرة الى مسافات، وكل مسافة اسميها دلتا اكس. فلو جمعت كل الدلتا اكسات مع بعضها هتديني المسافة اللي انا عايزها كابيتال اكس. طب الدلتا اكس هنا عبارة عن ايه؟ الدلتا اكس زي ما انتم شايفين ادي التشانل اهي، ده كده السلوب، ده اللي هو السلوب، وده سطح المية، وده التوتال انرجي. فخلال المسافة دلتا اكس دي الانرجي هنا كان كام؟ الانرجي هنا كان عبارة عن مسافة الاول من القاع هي عبارة عن اس او في دلتا اكس اللي هو الارتفاع ده. الارتفاع ده هو عبارة عن الميل في المسافة الهوريزونتي، فده اسمه اس او دلتا اكس، وفي فوق منها واي، وفي فوق منها في سكوير اوفر 2 جي. وعشان احنا عند القطاع رقم واحد يبقى واي واحد بلس في واحد سكوير اوفر 2 جي. طيب الناحية التانية، الناحية التانية في عندنا واي 2 وعندنا في 2 سكوير اوفر 2 جي، والفرق اللي موجود ده هو عبارة عن ميل خط الطاقة في المسافة الهوريزونت اللي هو اس اي دلتا اكس. ايه اللي انا عايزه؟ اللي انا عايزه عايز اعرف الدلتا اكس دي احسبها ازاي. فانا هاخد اللي على الشمال اسويه باللي على اليمين، يعني الاس او دلتا اكس بلس اي 1 بتساوي الاي 2 بلس اس اي افريج دلتا اكس، وهي افريج عشان الاس اي ابتدائي. ادي ايكويشن اهي، الايكويشن دي هي عباره عن بالانس بتوين القطاع اللي على الشمال والقطاع اللي على اليمين. اس او دلتا اكس بلس اي 1 تساوي اي 2 plus SE average delta X. هاخد الدلتا X دي في one side وخلي الباقي كله في الاذر سايد، هيبقى في عندي دلتا X بتساوي دلتا E على دلتا S. دلتا E هنا اللي هي E1 minus E2 على دلتا S اللي هي SE average minus SO. هذه الإيكويشن بتديني طريقة لحساب المسافة الأفقية بين قطاعين. لازم القطاعين دول يكون كل البيانات بتاعتنا معروفة من حيث الـ E1 والـ E2 والـ SO والـ SE. وانس ان انت عندك الأرقام دي أصبحت معلومة تقدر تحسب الدلتا X. طيب والدلتا اكس اللي بعد منها نفس الكلام تكرره، يعني كأن انا هنا هبدأ اجمع دلتا اكس ودلتا اكس ودلتا اكس ودلتا اكس، وفي الاخر هيبقى عندي الاكس الكلي. يعني هنا مثلا اي مسألة من المسائل اللي احنا المسافة دي، المسافة دي ممكن اقسمها الى دلتات، دلتا اكس ودلتا اكس ودلتا اكس ودلتا اكس وهكذا، واجمع الدلتا اكس دي اجيب المسافة بتاعت الـ H2، او اجمع المسافة اجيب المسافة بتاعت A2 وهكذا. فهي دي اسمها الدايركت ستيب ميثود. الدايركت ستيب ميثود DSM، دايركت ستيب ميثود. ايه الهدف منها؟ الهدف منها ان انا اجيب المسافة دلتا اكس اللي هي الفرق ما بين الطاقة عند واحد واثنين على فرق الاسلوب، والاسلوب هنا هوت بيجي من الاس اي بيجي من معادلة مانينج، والاس او ده اللي هو ميل القاع.
طيب الكلام ده هيتعمل ازاي بقى؟ الكلام ده هيتعمل في جدول، وقبل ما يتعمل في جدول لازم اكون انا مجهز لنفسي. مثلا كيرف زي ام واحد، كيرف زي ام واحد ده بيبدا بالواي نورمال وينتهي بالواي دبل، ولما بيبدا بالواي نورمال بنحاول ان احنا نبعد شويه عن الواي نورمال دي، عشان دي بتدينا اسلوب مساوي للاسلوب بتاع القاع، وبيطلع هنا فاليو زيرو، يعني بيدينا هنا الواي نورمال هنا بيخلي الفاليو دي تطلع بزيرو، فاي حاجه تتقسم على زيرو تطلع لي انفينيتي. فعشان ابعد عن هذه النقطه باخد عمق اكبر شويه من الواي نورمال، اللي هي واي بتساوي 1.01 واي نورمال، وبنتهي عند الواي دبليو. اذا دول بيكونوا معلومين ليا، دي ودي. طيب المسافتين العمقين دول يدوني مسافه قد ايه؟ المسافه بتاعه الام 1 بقسمها الى شرايح، كل شريحه دلتا اكس، واجمع في الاخر الدلتا اكس دي كلها مع بعضها. طب لو ام 2، لو ام 2، ام 2 هيبدا منين؟ هيبدا من واي نورمال وينتهي عند الواي كريتيكال، وهو بيبدا عند الواي نورمال هبعد شويه عن الفاليو بتاعت الواي نورمال بمسافه صغيره او بعمق صغير، يعني هاخدها 0.99 واي نورمال وانتهي بواي كريتيكال. والاس 2 هتبدا بالواي كريتيكال وتنتهي فوق الواي نورمال بحاجه بسيطه اللي هو 1.1 واي نورمال. لو في اي تعليقات اسمع اي تعليقات لو سمحت. اي حد عنده اي سؤال؟ الطريقه دي اسمها دايركت ستيب ميثود يا دكتور ولا اسمها ايه؟ الطريقه دي اسمها دايركت ستيب ميثود. ليه انا بعمل الطريقه دي؟ الطريقة دي اللي هي بنقسم المسافة إلى شرايح، وكل شريحة بحسب لها الدلتا إكس بتاعتها. ليه أنا بعمل كده؟ عشان التكامل طريقه صعب في حاجة كده. الله يرفع عليك يا ابني. التكامل هنا، بص التكامل هنا هتعمله يعني لأي معادلة. شوف عندك ثلاث أشكال أو أكثر، يعني أي حد منكم ياخد شكل من الأشكال دي ويفكر إن هو يعمل له انتجريشن. يعني حد هنا لو فكر وحابب إن هو يعمل انتجريشن للفورمة دي، لو أنت عملت انتجريشن للفورمة دي هتطلع الـ dx في one side والـ dy في side تاني وتعمل الانتجريشن، فهيطلع لك ريليشن بين الاكس والواي. شوف الريليشن دي هيطلع شكلها ايه، ده اذا عرفت تعمل الانتجريشن. يعني اللي منكم شاطر ويعرف يعمل الانتجريشن دي يبعتها لي على الواتس. اللي شاطر منكم يعرف يعمل الانتجريشن دي يبعتها لي، يبعتها للمندوب والمندوب يبعتها لي. طيب دي انتجريشن تعتبر مش سهلة. طيب في انتجريشن تانية ايه؟ طب ما ممكن حد يعمل انتجريشن دي اللي هي فيها باور 10 على 3. طيب وحد ممكن تاني يعمل انتجريشن لدي، دي للجنرال فورم، دي كل الاشكال، كل دي اشكال من ال دي واي باي دي اكس. لما تيجي تعمل لها انتجريشن هتجد في صعوبة شديدة جدا في عمل هذه الانتجريشن. الحل بتاع الكلام ده ايه؟ الحل بتاع الكلام ده ان انا اعمل حاجه اسمها نيوميريكال انتجريشن. النيوميريكال انتجريشن فكرتها مبنيه على ان انا بجيب شرايح صغيره قوي. الشرايح الصغيره قوي دي بجيب لكل شريحه دي اكس بتاعتها.
وكل ما كانت الشريحة صغيرة كل ما كانت الأكيوريسي عالية. وأبدأ أجمع الشرايح دي وأجيب سيجما دلتا إكس لغاية لما أجيب المسافة اللي أنا عايز. فإحنا اللي إحنا بنعمله هنا هو في الدايركت ستيب ميثود. ممكن حد يقول لي الدايركت ستيب ميثود دي نسميها نيوميريكال انتجريشن؟ هي عبارة عن نيوميريكال انتجريشن للجرادوالي فاريد فلو. ليه نيوميريكال؟ لأن إحنا عندنا الانتجريشن الأساسية صعبة جدا علينا، إحنا بندرسها في الماستر وفي البوست جراديوت ستاديز. ممكن نعمل الانتجريشن ديت وساعتها بجيب المسافة مرة واحدة. لو أنا عرفت أجيب الانتجريشن ويبقى عندي فورمولا بجيب المسافة مرة واحدة، مش هعمل بقى الايه الدايركت ستيب ميثود. لأن الدايركت ستيب ميثود هنا ممكن يكون فيه كام شريحة؟ يعني حد يتخيل هنا مثلا احنا هنعمل كام شريحة، كام ستريب هناخدها في المسألة الواحدة؟ حد يقدر يجاوب؟ ثلاثة أقصى حاجة، ثلاثة أربعة، أربعة، خمسة، عشرة، عشرين، خمسين. طب هو اللي بيعمل كل ما كتر كل ما تعمل شرايح أكتر كل ما الأكيوريسي تبقى أكتر. يعني لو أنت جربت في مسألة أنت وزميلك أنت خدت خمس شرايح وهو خد عشرة، هتلاقي في فرق في الأرقام. حد تاني خد عشرين شريحة هيطلع عنده كمان فرق في الأرقام. أيهما أفضل أو أيهم الأكتر؟ طب اللي خد الأكتر شريحة هيبقى هو الأكيوريسي الأعلى. طب واللي ياخد الخمسين هيبقى أعلى من الأعلى وهكذا. فهي مشكلة النيوميريكال انتجريشن إن هي الدقة بتاعتها تعتمد على عدد الستريبس اللي انت تاخدها، عدد الشرايح. طبعا في الامتحان احنا بنقول ماكسيمم 3 ستريب، ماكسيمم 3 ستريب، ويبقى انا كده قدرت ان انا احس ان انت فاهم ازاي تجيب الدلتا اكس وتجمعها. لكن دي مش معناها ان انت جبت حل دقته عالية، لكن بس أنا هنا بحاول إن أنا يعني أكتشف أنت فاهم ولا لا. فهي الطريقة دي هتبقى عشان تطبقها هتضطر إن أنت تعمل جدول. أنا بس هوري لك الجدول اللي أنت هتعمله. أنت هتعمل جدول، الجدول ده هتحط فيه واي وتحسب الأريا في العمود اللي جنبه، وبعدين تحسب الفيلوسيتي في العمود اللي بعده، وبعدين تحسب الانرجي في العمود اللي بعده، وبعدين تحط عمود لفرق الطاقة ما بين قطاعين اللي هو الدلتا اي. يبقى ده كده دلوقتي ده احد الحاجات اللي هي داخلة في الدلتا اكس، دلتا اي على دلتا اس. يبقى انت عشان توصل للدلتا اي لازم تعمل عمود فيه الواي، وبعدين الاريا، وبعدين الفي، وبعدين الاي، وبعدين الدلتا اي. دي هتبقى الفرق ما بين اتنين ورا بعض، دلتا اي اللي هي فرق ما بين اتنين ورا بعض، وعشان كده بتتحط في النص. انا هنا مش بشرح مسألة، انا بشرح لك ازاي بتعمل الدايركت ستيب ميثود. خلاص، يبقى انت العمود رقم خمسة ده هو بيدي لك الدلتا اي. طب فين العمود اللي هيدينا الدلتا اس؟ لا ده محتاج بقى شوية أعمدة كمان. هتجيب الكي، وبعدين هتجيب الار، وبعدين هتجيب الاس اي، هتطبق في مانينج. مانينج هنا هو تقدر تجيب منه الاس لأنه كله هيبقى جيفن ما عدا الاس. اهي الاكويشن دي أطلع منها الاس. طيب الاس دي هي الاس اي، طالما بتتغير يبقى الاس اي. طيب عشان أخد هنا اس دلتا اس لازم اجيب الاول الاس الافريج، عشان كده ده الكولم ده بتاع الاس اي افريج اللي هو ده بلس ده على 2، وبعدين اطرح الكلام دوت من
الاس او واجيب الدلتا اس. ولما بيكون السلوب افقي بيطلع نفس القيمه. يبقى انت كده عندك الكولم ده الكولم ده للدلتا اي والكولم ده للدلتا اس. يبقى الكولم ده اللي هو عباره عن الدلتا اي على الدلتا اس، ودي تبقى طول الشريحه الاولى، طول المسافه في الشريحه الاولى، ودي طول الشريحه الثانيه، طول المسافه في الشريحه الثانيه، ودي طول المسافه في الشريحه الثالثه. طب فين الاكس الكليه؟ هي مجموع الثلاثه دول، هي مجموع الثلاثه دي اللي هي الدايركت ستيب ميثود. ويبقى كده احنا هنتوقف كده النهاردة. فهمنا ازاي نطبق الدايركت ستيب ميثود، لكن الدايركت ستيب ميثود عايزة يعني حذر شديد جدا في تطبيقها، عشان دي بتدينا مسافات، المسافات دي عشان يكون فيها اكيوريسي عالية لازم ناخد شرايح كتير، لكن بالنسبة للامتحان بيكون مطلوب 3 شرايح فقط. ان شاء الله انا كنت دكتور اول حد عنده اي استفسار. دكتور بالنسبة للثلاث استبات دي يا دكتور، بيبقى الوقت بتاعتهم جيفن ولا احنا بنفرضهم ولا الاولانيه مثلا جيفن والاخيره جيفن وانا بفرض في النص؟ صح، الاولانيه جيفن والاخرانيه جيفن، وانت اللي بتعمل الايه الوايات اللي ان بتوين. لو انت خدت مثلا 10 شرايح كانك بتقسم الفرق في الواي على 10، لو عملت 5 كانك بتقسم الواي دي على 5 وهكذا. طب كده دكتور، يعني لو ام سي كيو ومثلا حضرتك طالب الدلتا اكس مثلا، ما كله هيطلع ارقام غير التاني، ما ممكن كل واحد يفرض حاجه غير التاني، ولا هتبقى محكومه مثلا حضرتك هتدينا مثلا 3 جنيه؟ لا، انا ممكن في الحاله دي هقول لك بس الدلتا اكس الاولانيه، هسالك في الدلتا اكس الاولانيه، يعني هدي لك الواي الاولانيه والثانيه واخليك تحسب الدلتا اكس الاولانيه، يعني بتاعت واحد شريحه واحده. تمام. في اي استفسار ثاني يا شباب؟ دكتور المحاضره الجايه هيبقى في امثله وكده ولا؟ المحاضره اللي جايه هنحل مساله على الدايركت ستيب ميثود. انا دلوقتي فهمتكم الطريقه، هنحل مساله على الدايركت ستيب ميثود، وطبعا في السكاشن برضو هنخلي المعيدين يعملوا لكم حل مسائل، كل مساله بفيديو زي اللي اتعمل في الهيدروليك جام. يعني حتى هم ممكن يسبقوا شويه في الحته دي ويبداوا يحل لكم مسائل في الجراديوال فاريد فلو. وان شاء الله الطلبه اللي هم ما عملوش امتحان الميد تيرم وعندهم اعذار لازم يكونوا قدموا الاعذار بتاعتهم او الشهاده اللي هي المرضيه بتاعتهم لشؤون الطلبه، عشان وكيل الكليه هيبعت لنا قائمه باسماء الطلاب اللي مسموح لهم بدخول امتحان الاعذار. امتحان الاعذار فقط للي ما حضرش الميد تيرم، مفيش حاجه اسمها امتحان تحسين. الامتحان للي ما دخلش الميد تيرم وعنده عذر، والعذر ده قبل من شؤون الطلبه ووكيل الكليه بيأشر عليه ويبعت لنا لسته باسماء الطلبه. انا طلبت وقلت للدكاتره زملائي انه يبلغوكوا برضو انه في بنجمع احنا الطلبات بتاعه الناس اللي عايزين يحضروا الميد تيرم في مع السكرتاريه بتاعه القسم، سكرتاريه الراي،
بس الطلبات اللي انتم بتقدموها للسكرتاريا لازم تكون اوريدي اتقدمت قبل كده وشؤون الطلبه قبلتها، عشان الامتحان ان شاء الله هيكون في الاسبوع اللي هو يبدا 2 ديسمبر 2 يناير انا اسف 2 يناير يعني امتحان الاعذار هيكون في الاسبوع اللي هو بيبدا 2 يناير، وهنحدد الميعاد والمكان بعد اخذ الموافقه من اداره الكليه. احنا بالنسبه لنا يعني تقريبا فاضل لنا حوالي 3 محاضرات هما اللي فاضلين. المحاضره اللي جايه هنحل مساله على الجراديوال فايد فلو، ونبدا نتكلم في اخر شابتر اللي هو دايمنشنال اناليس. يعني يا دكتور احنا كده فاضل لنا الاسبوع الجاي كله، ولا هيبقى في محاضره في الاسبوع اللي بعده؟ احنا ممكن ان شاء الله نخليها الاسبوع اللي جاي كله، حتى لو اضطرينا ناخد محاضرة اضافية ناخدها الاسبوع اللي جاي. يعني كده هو الاسبوع الجاي اخر عشان الدنيا مضغوطة بس لا عشان الدنيا مضغوطة والله دكتور، المواد كلها ضغط علينا، وبرضو اعمال السنة لو هيبقى فيها اي تسليمات ياريت نتبلغ قبليها عشان ما نضغطش اكتر، ما احنا الدنيا بايظ اساسا. والله احنا مقدرين يا ابني كل اللي انتوا فيه واللي انتوا فيه احنا فيه. الدنيا اليومين دول صعبه، والكورونا منتشره جدا للاسف الشديد. ربنا يعافيكم كلكم ويبعد عنكم كل وباء. خلي بالكم من نفسكم، ويعني احنا بنقول لكم كده واحنا كمان قلقانين، كلنا قلقانين لانه الموضوع بقى قريب قوي 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 مننا كلنا. فخد احتياطاتك، واحنا بالنسبه لنا مفيش تسليمات خلاص ما عندناش اي حاجه هتسلمها، لان أمان. التسليمات هتبقى زي قلتها وكلها نقل. ما اكيد حلو. ويعني طب دكتور لو سمحت درجات اعمال السنه كلها على المتر؟ درجات اعمال السنه يعني ان شاء الله هتكون قريب جدا هنعلنها لكم، احنا بس بنظبطها كده ويعني نمكيجها شويه. عايزه تتظبط كتير يا دكتور الصراحه. يعني هي خلاص كده يعني اللي هتطلع الدرجات اللي هي اللي كل واحد درجته كام، ولا في حاجه لسه هتضاف عليها؟ احنا هنديها لك مش شفيه بالكام. تمام. يعني دلوقتي احنا بتشيل منها العظم والحاجات اللي هي ملهاش لازمه كده، عايزينها تبقى اللحمه بس اللي فاضل. يا ريت والله. بنشفيها بنشفيها على الهواء اهو. الله المستعان. شكرا دكتور. شكرا دكتور. ما تقلقوش، احنا يعني هنحاول ان احنا نخلي النتيجه ليها شكل مناسب. خلاص؟ حتى لو كانت هي شكلها مش مناسب هنخليها شكلها مناسب ان شاء الله. اهم حاجه امتحان يا دكتور يبقى ليه شكل مناسب راعي. والله هو الامتحان ما بيخرجش عن النطاق اللي احنا بنقوله، بس انتوا الظروف اللي انتوا فيها دي برضو يعني مزعجه، يعني الظروف مش سهله. فيعني وطريقه الاونلاين طبعا يعني مش عايزين نقول انه الاونلاين دلوقتي رغم ان هي خلاص بقت يعني حاجه موجوده all over the world دلوقتي، ولكن لسه في ناس برضو ما بتقدرش تتجاوب مع الاونلاين، في برضو مشاكل في الانترنت، في مشاكل في الاجهزه اللي انتم بتستخدموها وهكذا، في طيار بيقطع كل شويه، ففي مشاكل يعني بتكون فيها حاجات خارج عن ارادتنا كلنا، ولكن هذا الاسلوب خلاص يعني اصبح دلوقتي يعني هو الاسلوب اللي نقدر نقول ان هو هيستمر بعد كده، هيستمر مش ضروري يبقى هو الوحيد، لكن هيستمر برضو مع وجود الفيس تو فيس. هو امر واقع خلاص دكتور، بس هو
الطلبه قلقوا من كلمه حضرتك في اول المحاضره ان نسبه النجاح كانت عاليه السنه اللي فاتت، فهم قلقوا من الماده ان كده فهموا ان معناها انها هتبقى السنه دي قليله. لا 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 ما تقولش حاجه انا ما قلتهاش. النسبه بقول لحضرتك هي اتفهمت كده، انا فاهم، انا بقول لك اتفهمت كده، فالناس مقلقه من الماده، فعشان كده احنا بنسال بس عشان نعرف احنا يعني خط سيرنا فين. فاهمين كده يعني هو مين اللي خلى الماده اعمال السنه بتاعتها او النتيجه بتاعتها كويسه الترم اللي فات؟ ما هو احنا برضه اي ما الدرجات اللي طلعت من بقى. انا فاهم يا دكتور، ما احنا السنه اللي فاتت كانت الدنيا كان يعني كانت الظروف اسوا من كده، ومع نسبة نجاح تطلع كويسة كان في زقة بقى، احنا عايزين زقة كمان زي دي المرة دي. لا دي كانت في زقات والله، الزقات مش زقة يعني، ما هو كانت الظروف على كله. الحمد لله. ان شاء الله ان شاء الله يعني هنظبط النتيجة، ويعني هنحاول نخليها في الشكل المناسب اللي يتناسب مع الظروف اللي احنا فيها برضه ان شاء الله. اوعدكم يعني. تمام. يعني أنتم في أيدي أمينة. الله يبارك لك. نتمنى دكتور والله. لا إحنا عندنا أولاد، عندنا عيال وبرضه. متأكدين من كده دكتور والله؟ متأكدين إن إحنا في أيدي أمينة كلنا. دي حاجة مصبرانا والله. لا والله في أيدي أمينة دايما والله، يعني أنا بقولها من كل قلبي، وإحنا بنخاف من ربنا وبنخاف على عيالنا برضه. وعايزين عيالنا يبقى في ايد امينه برضو، فاللي احنا بنعمله عشان ربنا يسترها معانا ومع عيالنا، وفي نفس الوقت ان انتوا تستاهلوا تعبتوا شقيتوا. ربنا يخليك. ربنا يجازيك يا دكتور. فان شاء الله ان شاء الله يعني دايما نكون عند حسن ظنكم، احنا يهمنا ان احنا نكون عند حسن ظنكم، ودايما تدعوا لنا بالتوفيق وبالستر وبالصحة والحاجات الحلوة دي. اللهم أمين. اللهم أمين. في حد عنده أي حاجة في قلبه؟ شكرا يا دكتور. ألف شكرا. ألف شكرا يا دكتور. توفيق إن شاء الله. ألف شكرا. برعاية الله. برعاية الله. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. Mm-hmm.